عليكم حبيباتي المبتدئات، ان شاء الله اليوم غنعطيكم الطريقه ديال قلي البطاطا. كتجي مقرمله وكتجي لذيذه وما شربش الزيت. ندعو على بركه الله في المقادير. عندنا بطاطا شديتها نقيتها وغسلتها مزيان شي 3 الخطوات 4 تحيد داك النشا اللي فيها. وعندي دقيق ديال الذره وعندي النشا اللي هي مايزينا. غادي ناخذ النشا وغادي نحاول نرشها هكا بالنشا مزيان. من بعد ما رشيت النشا غادي نرش الدقيق ديال الذره. ها هو شي داك الصفار اللي تيكون كنعجنوه في الخبز و كندير ليه هكا مزيان كنهبر. كنديرش الملحه دابا حتى طيب، عاد ديروا الملحه. وغادي نشد هذيك الشبكه اللي درت فيها داك الشيء وغنبقى ندير لها باش تلبس كامله بداك الشيء اللي رشيتها به. شفتوا شحال نزلت على الماء وداك الشيء. صافي من بعد ما تلبست كامله غندوز نديها تقلى. بسم الله. صافي غنديرو على عافيه ما مجهده ما خافتها غير شويه من بين وبين، وغنخليها تقلى ونرجع لكم ونوريكم الشكل النهائي ديالها. البطاطا ديالتنا من بعد ما تحمرات ما كتاخذش وقت طويل بهذيك الطريقه، داغي كتحمر صراحه كتجي مقرمله بزاف وكتجي زوينه. نتمنى تجربوها كتجي بحال ديال المطاعم. انت ديك النشا كتخليها بحال كتنفخ. السلام عليكم حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا ديالتنا. الصراحه كتجي رائعه، كتجي مقرمله وزوينه مع شويه الكيتشوب شويه الموطارد واحد الساندويتش. بالصحه والراحه.